بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك كتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما ننزل الملائكة إلا
ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وزيناها للناظرين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ والجان خلقناه من قبل من نار السموم الله خلينا في شوارع خلينا في البيت قال ربك للملائكة
عليك يا رب. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال فاخرج فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط عليّ
مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من إن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب إن المتقين في جنات وعيون. الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله العظيم.